ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقرة الستات بتلعبها صح. الست اللي لعبتها صح معانا النهاردة واحدة من أهم لاعبات النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة، قدرت في فترة قصيرة جدا إنها تسيطر على كل قلوب الأهلوية وتفوز معانا بأغلب البطولات. موهبة كبيرة وعقلية فذة، متعودة على حب الفوز والانتصارات. جماهير الأهلي لقبوها بكليوباترا السلة، بس زمايلها بيقولوا لها سوكا أو كيري، تحسها مولودة جوه التتش. تعالوا نشوف مين هيكون ضيفتنا النهارده ونرجع تاني. زي ما شفنا مع بعض منورانا كابتن سوريا محمد، لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر لكره السله، اهلا بيكي. وفي البدايه عايزه ابارك لك عن تجديدك مع النادي الاهلي. ميرسي، الله يبارك فيكي. جددتي مع الاهلي 4 مواسم، مفيش اي صعوبات كده وقفت في التجديد؟ ما كانش ليكي اي متطلبات ولا كنتي مسلمه؟ لا بصي، بصراحه انا مبسوطه جدا ان انا جددت مع النادي الاهلي 4 سنين، وما كانش فيه بصراحه اي طلبات خالص، ولا كان الموضوع كان خلص بشكل ودي جدا. كان النادي كان عندهم رغبه في التجديد، أوكي. وانا كمان كان نفس الحاجه، احنا الاثنين كان عندنا رغبه للتجديد، فما لقيناش اي صعوبه بصراحه. قعدت مع كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. كابتن خالد مسيطر بصراحه على كل التجديدات، كل اللعيبه كابتن خالد. كابتن خالد دي حقيقة. فهو بصراحة كان الموضوع كان خلص بشكل ودي جدا وسريع جدا، والموضوع كان ما كانش فيه أي صعوبات ولا من عندي ولا من إدارة النادي، فالموضوع خلص على طول يعني. ألف مبروك. عايزك تكلميني عن تتويج ببطولة أفريقيا وتأهل لكأس العالم 2023. البطولة آخر بطولة احنا لعبناها 3-3 أفريقيا كانت في مصر. دي مش أول بطولة ليا ألعبها مع المنتخب، دي تاني بطولة ودي تاني مرة أكسب البطولة دي الحمد لله. السنة اللي فاتت لعبتها سنة 2019 كسبناها الحمد لله وطلعنا كأس العالم، بس السنة اللي فاتت للأسف أنا كنت مصابة، كان عندي قطع في الرباط الصليبي، ولسه لسه راجعة الحمد لله السنة دي. الله يسلمك. فلسه راجعة الحمد لله السنة دي، كانت أول يعني تاني كانت أول مشاركة ليا مع المنتخب في الـ3-3 منتخبات، والحمد لله قدرنا إن احنا نكسبها، وان شاء الله السنه الجايه نروح كاس العالم من غير اي حاجه يا رب ان شاء الله. كانت بطوله اكيد ما كانتش سهله يعني، اكيد كانت فيها لحظات. دي حقيقه، بطوله كانت صعبه فعلا، كان الفرق كلها عامله حسابها للماتشات، بس احنا يمكن كان عندنا حافز اكبر من الدول الثانيه، لان البطوله كانت في مصر، فيمكن كان ضغط وفي نفس الوقت حافز ان البطوله في مصر نكسبها نروح كاس العالم دايركت على طول من غير اي تصفيات. فده فعلا اللي حصل، قدرنا ان احنا نكسب البطوله وسط جمهور، وكان في تشجيع كتير جدا من الجمهور المصري، فكانت حاجه حلوه قوي. عايزين نلعب ونكسب عشان نفرح فعلا الجمهور ده، وده فعلا اللي حصل، وقدرنا نكسب البطوله ونروح دايركت كواليفايد على طول لكاس العالم. اوكي، الجمهور الجمهور كلمه السر في الرياضه. بالظبط. انا عايز اعرف منك بس ايه سبب اسم سوكا ده؟ انا كنت زمان قبل ما اجي النادي الاهلي انا كنت بلعب في نادي الصيد، فكان في مدرب هناك كان كل ما بيشوفني كان هو انتي سوكا، هو ليه هو لا انتي سوكا، انت تعرفي يمكن كنت موهوبه وسط البنات اللي كانوا معايا في الفرقه، فما اعرفش ليه طلع الاسم ده، بس هو الاسم يعني زي نقول لزق معايا لحد ما جيت الاهلي. مشاركه منتخب مصر لكره السله كاس العالم، شايفه المنتخب هيقدر يعمل ايه وهيروح فين؟ والله انا شايفه ان المنتخب في كاس العالم يعني هو في الاول بيلعب بطوله افريقيا، لازم نطلع من اول توب فور عشان نقدر ان احنا نروح كاس العالم. حاسه ان المنتخب موجود، قادر ان هو بدنيا كويس يعني فيزيكال ومنتال كويس قوي، ان هو يقدر ان هو يتاهل لكاس العالم. مش حاسه والله ان احنا ناقصنا حاجات كتير، يمكن بس لو معدل الاعمار بتاع الفرقه زاد اكتر، يعني احنا يمكن في مصر مش في الباسكت بس، أوكي. البنت لما بتوصل سن معين لا خلاص انت كبرتي لازم تبطلي، على عكس كل اللعيبه في دول تانية الافارقه لما بيكبروا بتخلف وبترجع عادي، الحاجات دي موجوده عادي. الاحتراف يمكن في الدول الافريقيه اكتر من مصر، فيمكن دي الحاجات اللي بتحافظ على مستوى اللاعبات ان هم يفضلوا في توب فورم، يفضلوا مكملين دايما للمنتخب. احنا هنا عندنا هي منتاليتي يمكن في مصر ان البنت لو وصلت سن معين خلاص انت لازم تبطلي، لانك كره السله ليها سن ايه؟ يعني مثلا لو حد كملت ل 32 سنه تبقى نجمه، يعني انها قدرت تكمل 32 بس بره مصر معدل الاعمار طبعا اكبر بكتير مننا، بيكملوا لحد بيكملوا لحد 37. احنا كنا بنتكلم عن التجنيس يمكن قبل ما تدخلي يا سوريا، عايزه اعرف رايك بما انك واحده من الرياضيات الكبيره، فقولي لي رايك
في موضوع تجنيس في الرياضة، هل أنت معه ولا ضده وليه؟ انا يمكن سمعتكم قبل ما ادخل، سمعت قلتوا ان فعلا لما حد بيجنس فعلا هو بيخسر كتير، فعجبني فعلا الكلمه دي انه بيخسر ممكن مش قادره اقول بيخسر بلده وبيخسر، بس ممكن يكون بيخسر انه قد اه يعني انه هنا في مصر كان توب، فان هو يبقى يعني ده ممكن هو اللي بيخسره، ان انا كنت بلعب لبلدي دايما وبلعب، ممكن الناس تفهمها بطريقه تانية، الناس تحس انها لا ده دلوقتي ما بقاش بيلعب باسم مصر، فيحسوا، فممكن الناس تبقى شايله من اللاعب ده انه راح اتجنس لدوله تانية. احنا بصي احنا فعلا يعني بنعرض الموضوع من ناحيتين، يعني احنا ما نفسناش ده يحصل، بس في نفس الوقت عايزين نحل مشاكل اللعيبه اللي بتضطر ان هي تروح علشان تحس بنفسها بره. يعني برضو يمكن سوريا بتتكلم انه لو لعيب كبير، طيب لو ممكن حد ناشئ وراح بقى في من هو صغير بلد تانية، بصي انت ما تقدريش تقولي انت معه ولا ضد، لانه الموضوع ليه ظروف مختلفه ازاي. يعني كل حد بيكون ليه ظروفه، اللعيب بيبقى ليه ظروف، واحنا كمتفرجين بيبقى لينا ظروف، محدش بيبقى عارف ظروف اللاعب. صح بالظبط كده. تعالي بقى نروح لنادي الاهلي وانتقالك ليه ازاي. انا في نادي الاهلي بقالي هو دي 5 سنة ليا للنادي الاهلي. انا كنت بلعب في نادي الصيد من وانا عندي 8 سنين. كان في محاولات ان انا اجي النادي الاهلي من 2018، دي كانت اول سنة ليا للنادي الاهلي. كابتن ايهاب الالفي قبل كابتن طارق خيري وقبل كابتن علي هاشم، اول مدرب اتمرنت معاه في النادي الاهلي، تواصل مع اداره النادي الاهلي قال لهم ان عايز اللعيبه اللي بتلعب في الصيد اسمها سوريا. الموضوع مشي ما بيني وبين نادي الصيد، قلت لهم انا عايزه العب للاهلي خلاص. انا يمكن بحقق دوليا وعالميا، بحقق بطولات وجوائز فرديه، بس محليا بقى كنت عايزه اخد دوري، كنت عايزه اخد كاس، عايزه اعمل تاريخ ليا، فهو ومش هلاقي الحاجات دي غير في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي بصراحه كانوا مرحبين بيا جدا، حتى اللعيبه نفسها البنات، احنا كنا اصحاب اصلا من المنتخب، فما لقيتش اي صعوبه ان انا اتقل من الصيد للاهلي. كابتن ايهاب تواصل مع اداره نادي الصيد، واداره نادي الصيد جت سالتني، قلت لهم لا خلاص انا فعلا عايزه النادي الاهلي اكيد من اي نقاش. فبصراحه الموضوع مشي خلص على طول، بعت بطاقتي عشان العقد بتاع، الموضوع خلص بسرعه جدا. وبصراحه الخطوه دي انا يمكن ندمانه اني ما عملتهاش بدري. ندمانه على ايه؟ اني يعني كان نفسي اجي الاهلي فعلا من بدري بصراحه. انت عدد بطولاتك مع الاهلي قد ايه؟ يمكن السنه دي هو 15 بطوله في 5 سنين. ما شاء الله. الحمد لله. ايه البطوله اللي تتمني تاخديها مع النادي الاهلي؟ البطوله يمكن نفسي اخد بطوله افريقيا انديه مع النادي الاهلي. نفسي خلاص الحمد لله اخدت الدوري والكاس والسوبر والمنطقه، فاضل بس بطوله افريقيا انديه نفسي احققها مع النادي الاهلي. يعني ان شاء الله تحققيها وتبقي موجوده معانا هنا اول ما تحققي. يا رب ان شاء الله. ما تروحيش لحد تيجي ليا انا واميره. طيب قولي لي الموسم ده بقى شايفه ازاي، الموسم ده من بدايته لحد دلوقتي؟ بصراحة الموسم ده يمكن من أقوى المواسم اللي فيها لعب وفيها حاجات. لا الفرق كلها جامدة السنة دي كمان، خصوصا إن الاتحاد بقاله 2 أو 3 سنين سامح بوجود محترفات في الفرقة، فالسنة دي الفرقة كلها جايبة محترفات أعلى مستوى، فرقة ممكن متتوقعيش إنها بتكسب عشان معاها محترفة قوية أوي، ليفل يعني رهيب، وده فعلا اللي بيحصل السنة دي. البطولات كلها السنة دي جامدة، احنا السنة دي الحمد لله أنا رجعت من الإصابة، جبنا صفقتين على أعلى مستوى، هالة وميرال، الاتنين دول يمكن ما شاء الله كويسين جدا جدا، فأضافوا للفرقة واللعيبة القديمة رجعت تاني، فحاسة إن الفرقة السنة دي لا مختلفة، والفرقة السنة دي عايزة تلعب إنها تاخد ال5 بطولات. يعني احنا ده كان من بطولة الجمهورية، بطولة لا دي المنطقة، دي كانت ايه؟ منطقة القاهرة. كلمينا عن البطولة دي. دي اخر بطولة احنا لعبناها، كانت لسه من 2 أو 3 يومين، كسبنا البطولة الحمد لله. بطولة يعني طبعا كانت هي زي دورة مجمعة كده، بنلعب 5 ماتشات في 6 فرق، بنلعب كل ماتش بتلعبيه بتعديه خلاص، يعني توصلي للفاينل لما تكسبي ال5 ماتشات. ده اللي حصل فعلا، بطولة كانت على أعلى مستوى، كان في فرق كويسة جدا جايبين محترفات على أعلى مستوى، واحنا كنا لسه راجعين من بطولة أفريقيا، فكنا يمكن كنا مجهدين، بس الحمد لله قدرنا إن احنا نكسب البطولة بفرق سكور كبير يعني كل الفرق. هايل طبعا، مبروك. طب سرايا قولي لي ايه سر كلمه الفوز، وبتشوفي ازاي وجود طارق خيري كمدير فني الفريق؟ انا بشوف بصراحه ان وجود كابتن طارق خيري قبل ما هو يبقى يعني اسطوره للنادي الاهلي، وقبل ما هو يبقى ايكون كده الناس كلها بتبص عليه، كابتن طارق
كمان مخلينا ان احنا نحب بعض ومخلينا ان احنا كلنا ايد واحده. دايما بصراحه بيقول لنا انا مش فارق عندي مين اللي يكسبني، انا هنزل 5 يكونوا في الملعب قلبهم على قلب بعض. أوكي. ده يمكن بصراحه هو كابتن طارق خيري في الموضوع ده يعني اب لينا قبل ما يبقى مدرب بصراحه. علاقتنا بيه بجد قريبه جدا جدا، بعد كل مكسب ممكن نروح ناكل مع بعض او نحتفل مع بعض. ده ما كناش يعني ما كناش متخيلين اسطوره زي كابتن طارق خيري يعمل معانا كده. فده يمكن يعني الحب ما بيننا هو بصراحه هو كلمه السر، هو كلمه السر. والجمهور طبعا، والجمهور الاساسي. لقب كليوباترا، كليوباترا السل، كلميني عن اللقب ده من اول ما طلع عليكي ودلوقتي بقى بيمثل لك ايه كده؟ هو طلع لقب كليوباترا ده من الاتحاد الدولي، كان بطوله افريقيا 3-3 سنه 2019. هو من الصعب قوي ان الاتحاد الدولي للباسكت ينزل لحد بوست على السوشيال ميديا عامه، فانا بصراحه كنت اتخضيت ان الاتحاد الدولي مركز مع لعيبه عربيه، فالموضوع بالنسبه لي كان انا فخوره جدا جدا يعني بنفسي، ان انا فرحانه مش مصدقه ان ينزل لي بوست. فهم ساعتها نزلوا بوست على السوشيال ميديا قالوا انا نيو كوين اوف ايجيبت كليوباترا، نيو كليوباترا. فحسيت بصراحه بالفخر، وبقت الناس كلها دلوقتي لما بشوف اي كومنت على اي حاجه اي صفحه من السوشيال ميديا بقت حاجه بتحسسني قد ايه انا فخوره بنفسي الحمد لله، وفخوره باللي انا وصلت له مع النادي او مع المنتخب. هي حاجة بصراحة يعني أنا لو مكانها مش هنام 3 أيام مثلا. أيوة. لقب حلو فعلا. لقب حلو ولقب كبير، يعني مش يعني إنك تشبهي بكليوباترا واحدة من أهم ملكات مصر. طيب مين مثلك الأعلى محليا ودوليا؟ ممكن مثلي الأعلى دوليا هو ده يعني يمكن ستيفن كوري، هو كوبي براينت. بالنسبه لي دول لاعبين هم انا بتمتع وانا بشوفهم بيلعبوا، بحسهم حريفه بيستخدموا مخهم اكتر ما بيستخدموا يعني عضلاتهم او جسمهم. هنطلع نشوف فيديو، اتفرجي معانا دلوقتي، نطلع نشوف فيديو ونرجع تاني. يا هنانا يا سعدنا سوريا محمد عندنا، ده حقيقي يعني. احساسك كان ايه؟ احساسك كان ايه كده والناس عماله تقول؟ بصراحه الموضوع مختلف تماما تماما لما جمهور زي جمهور النادي الاهلي يعني بيبقى الهتاف باسمي. بصراحه الموضوع مختلف تماما. كنت انا دايما بحب اتفرج على الجمهور لما بييجوا يهتفوا لحد، بحس انه هو حاسس بايه اللعيب ده لما جمهور النادي الاهلي. ودايما كان بيبقى في الكوره قوي، صح؟ ده حقيقه. انه لعيبه باسكت بنت وبتلعب باسكت، يعني مش ولد وبيلعب باسكت، بيبقى يمكن الجمهور بيبقى موجود اكتر في ماتشات الرجال. بس ان بنت وبتلعب باسكت والجمهور عارفني وبينادي عليا، بصراحه حاجه كانت يعني مش قادره. قوليلي ايه اللي ممكن يوصل اللاعب انه يوصل لقلب الجمهور كده ويحبه قوي كده؟ بصراحه انا بشوف ان هي قبول، يعني ممكن يعني الجمهور دايما شايف ان اللعيبه ممكن تبقى حريفه برضو بتعمل حاجه حريفه، فهو الجمهور بيحب الحاجات دي، بيحب اللقطات دي. وبلس كمان اني انا مع الجمهور علاقتي بيهم كويسه جدا. حتى لما حد بيبعت لي حاجه على قد ما اقدر اللي بشوفه على السوشيال ميديا بقدر ان انا ارد عليه وتواصلي وتردي. فبصراحه يمكن هم بيشوفوا اني لو حتى ممكن اكون متواضعه شويه، فهم بالنسبه لهم دي يعني حاجه دي بجد حاجه حلوه يعني. طبعا دي حقيقه داون تو ايرث يعني. ان هي بالظبط. طب احنا ايه ده انت ده هنا دي الصوره دي وانت مصابه حبيبتي، ده انت عملتي العمليه صح؟ عملتها الحمد لله. كانت صعبه قوي. صعبة جدا. احكي لي بقى عن الصور اللي احنا شايفينها دي. يعني قضيتي فترة الإصابة دي ازاي؟ بصراحة هي الإصابة قطع في الرباط الصليبي دي يعني رخمة. يمكن بصراحة إصابة رخمة جدا، يمكن هي أوحش إصابة تيجي لأي لاعب يعني. صح. مفيش إصابة أوحش من كده. أنا لما اتصبت في ماتش فاينل، وقعت في الماتش،
كان بالنسبه لي الموضوع كان صعب قوي، انا ركبتي لفت ومش وانا مش عارفه ايه اللي في ركبتي. اول ما وقعت قعدت اقول انا جالي رباط صليبي، انا اصلا ما اعرفش ايه الرباط الصليبي ده، بس انا حسيت ان انا ركبتي مش في مكانها، لفت مينيمم 3 مرات وانا مش عارفه امسكها، عايزه امسك ركبتي. انتي في الصوره اللي فاتت معلش رجعوا لنا الصوره اللي فاتت، الصوره اللي فاتت دي كانت في دي لما انا ده جوزك؟ ده جوزي ساعتها كان خطيبي، بس هو دلوقتي احنا اتجوزنا وهو هو اللي لابس شميز وده جوزي برضو. كان الموضوع كان صعب قوي على عليا وعلى الناس كلها بصراحه اللي حواليا، على اهلي وعلى جوزي وعلى يعني كل الناس. اختاري حد من اللي كانوا موجودين حواليكي وقتها ووجهي له كلمه. هو اهلي وجوزي، يعني انا يعني هحكي موقفين. جوزي بصراحه ما سابنيش من ساعه ما انا وقعت لحد لما رجعت، الحمد لله كان معايا دايما في كل حاجه، كان موجود بيطمن عليا دايما اني لازم ارجع كويسه تاني. وكمان اصابه الرباط الصليبي دي برضو نفسيا بيبقى الموضوع محتاج نفسي اكتر من محتاج ان هو يبقى ان انا فيزيكلي كويسه، لا هو منتلي لازم ان انا اكون كويسه، وده اللي كان هو جوزي بيعمله دايما، انك تبقي دايما خلاص انسي، ما تخافيش ان انت تقعي تاني، خشي في كل كوره ما تخافيش. صحيح. مامتي بقى يعني مامتي ما كانتش موجوده في الماتش ده بصراحه، جت اسرع من الاسعاف، يعني احنا طلبنا الاسعاف مامتي جت اسرع منها، وانا ساكنه بعيد عن الاستاد فمامتي جت على طول ما قدرتش تشوفني. فلو اوجه حاجه ممكن اوجه لاهلي وجوزي، اقول لهم يعني شكرا على السنه اللي انا تعبتكم فيها، ويعني كانت سنه يعني 10 شهور فقريب من سنه طبعا، فبس انا اوعدهم ان انا هيبقى ورث السنه دي ان انا ارجع الحمد لله يعني كويسه، واحقق لكم الالقاب كلها السنه دي. الحمد لله على سلامتك، اهم حاجه من اي حاجه اهم من اي لقب سلامتك، ده اهم حاجه. سوريا احنا لسه مكملين مع كليوباترا السله المصريه، لكن هنطلع فاصل سريع وهنرجع لحضراتكم. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين حلقتنا ومعانا ومنورانا كليوباترا السله سوريا محمد. جاهزه نروح لعبه الحريفه؟ يلا بينا. هنسالك اسئله صعبه شويه بس عايزينك تجاوبي بسرعه. اوكي على طول. ماشي. يلا. اول سؤال معانا، ممكن تمشي من الاهلي؟ لا عمري، مفيش اسرع من كده. عمري. طيب تاني سؤال، اصعب مواجهه لك؟ اصعب مواجهه ليا في فاينل البطوله العربيه 2018 مع النادي الاهلي. اوكي. اكتر بطوله خفتي فيها؟ اكتر بطوله خفت فيها برضه فاينل البطوله العربيه 2018. نفس البطوله. نفس البطوله. ليه كانت البطوله دي كانت قدام مين؟ كانت لبنان، كنا بنلعب لبنان في الفاينل وانا كنت مصابه ونزلت وانا مصابه، بس دي يعني كانت اصابه خفيفه مقارنه طبعا بالرباط الصليبي. اوكي. فكان الموضوع صعب، كنت عايزه انزل والجهاز الطبي بيقول لي لا وانا لازم انزل، بس ما عرفتش انزل، فدي كانت اكتر، كنت خايفه على فرقتي، خايفه ان هم يخسروا. بس فهمك. اوكي. هل زي الحجاب بيأيد ولا لا؟ بيأيد الرياضة خالص، يعني انا بحس ان الحجاب ده مش بيأيد، يعني مش بيقيد اللعيبه. لو احنا قصدنا يعني لا خالص، احنا بحس ان لما بنت تكون محجبه وبتلعب ده يمكن حاجه بتخليها هي يونيك، يعني لما ببقى انا وسط حتى الفرقه وبيقولوا امسكوا البنت رقم 8 المحجبه. بصي انا بشوف يعني ربنا يكرمنا كلنا بيه، انا بشوف كل اي محجبه هي يونيك. صح، دي فيها حته كده مختلفه. صح، دي حقيقه. طيب زي كل البنات بتهتمي بالميك اب والموضه وكده ولا ما عندكيش وقت؟ بهتم ساعات، بس يعني طبعا هو سوشيال لايف بالنسبه لاي حد رياضي بتتلغي طبعا. سوريا انت طالعه على الهواء من غير ميك اب. لا شفتي يعني خفيف قوي 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 يعني ولا حاجه ولا حاجه. لا مفيش حاجه. لا يعني بهتم، بس بصراحه بهتم بحياتي الرياضيه اكتر. حلو، اهم. برافو عليك، برافو عليك. طيب بتدخلي المطبخ ولا لا؟ وايه الاكله المفضله ليك؟ بدخل المطبخ، بقيت بدخل المطبخ لما اتجوزت. لما اتجوزت، بس قبلها ما كنتش بدخل. ايه الاكله المفضله بالنسبه لي؟ الورق عنب طبعا. بتعرفي تعمليه؟ وانا كمان. لا طبعا، ولا انا مش في المطبخ خالص. لا. أوكي. لا اميره شاطره، اميره بتطبخ حلو قوي. ايه الشبه اللي ما بينك وما بين النجم المصري العالمي رامي مالك؟ كذا حد بيشوفه بيكتب لي بتضايقك التعليقات دي؟ خالص، رامي مالك حلو يعني، انا عادي مش بتضايق. هو راجل امور. امور يا جماعه، عادي مفيش مشكله. لو انا شبهه اوكي، بس على بنت فيرجن البنت عادي، لا مش بيضايقني خالص يعني. طيب امتى ممكن تفكري في اعتزال السله؟ بصراحه انا مش بفكر خالص دلوقتي في الاعتزال، ممكن حتى لو خلفت عايزه ارجع تاني بعدها الباسكت، بس حاليا لا خالص، الموضوع مش في دماغي، وخصوصا ان انا مجدده 4 سنين مع الاهلي، فمش في دماغي خالص اعتزال دلوقتي. اوكي. اكتر اسم بتحبي؟ كيري، كليوباترا، سوكا؟ كليوباترا. كليوباترا. احلى لحظه في حياتك داخل الملعب؟
احلى لحظه في حياتي داخل الملعب كانت لما رجعت من اصابه الرباط الصليبي، كانت السنه دي في دوري مرتبط اول بطوله ناخدها، لما اخذت جائزه هدافه الرميه الثلاثيه بعد رجوع سنه من اصابه الرباط الصليبي. هايل. واعتقد كمان لما الجمهور كان بينادي اسمك. دي كمان دي نفس الماتش يعني في نفس الماتش لما الجمهور طبعا ينادي عليا، دي اكتر لحظه انا فخوره بيها. مين نجومك المفضلين في السينما وهل ممكن نشوفك في التمثيل؟ يعني نجومي المفضلين في السينما ممكن احمد حلمي واحمد عز، وتشوفوني في السينما حاسه ان يعني خليني في الباسكت، حاجه بعرف اعملها. اخر سؤال، شجعتي كام فرقه في كاس العالم؟ شجعت ارجنتين وكسبت. دي عكسي خالص. انت فرنسا؟ لا انا فرنسا طبعا في النهائي، بس انا طول كاس العالم كل الفرق اللي شجعتها كانت بتخسر اول ما بشجعها. يعني يعرفوا انك هتشجع. يعرفوا بس ان هند شجعتنا النهارده احنا مخرج من كاس العالم. انا بحب ميسي جدا. طيب حلو قوي، بما انك كنت بقى شغاله في بنك، احنا كده خلصنا اسئله صعبه، هنسالك اسئله ليها علاقه بالبنك. اوكي. شوف بقى هتجاوبي عليها صح ولا لا. اول سؤال، قولي لنا هل في موقف اضطريتي تتعاملي فيه مع عميل متعصب ومتنرفز؟ ولو حصل الموقف ده قولي لي اتصرفتي ازاي؟ اكيد اتعاملت مع كذا عميل كان بيتعصب وبيتنرفز لما حد مثلا يجي يقول هو ما فيش غير الكاونتر ده بس اللي شغال. على فكره كلنا احنا بنعمل كده. انا بعمل كده. انا اللي بعملها لما بروح بنك او اي حته والله. بعملها. سوبر ماركت، هو ما فيش غير الكاونتر ده اللي شغال. يعني مثلا بنبقى احنا بقى كموظفين اللي مثلا لما حد بيروح ياكل، حد بيصلي في بريك، اي حاجه، فالعميل بقى بيتعصب. هو انا اخد الدور اللي انا عايزه براحتي وانا اجي اقف؟ طب انا لسه ما ندهتش الرقم. لا انا هاجي اقف وهاجي اعمل اللي انا عايزه ومش عارف ايه. فندخل لا طب انا بقى مش هاخد العميل ده، لا وانا هتعملي لي الايداع ولا السحب ده كده بقى. بنقعد بقى طب انا هشتكيكي للمدير. اوكي انزل السلالم وادخل يمين هتلاقي المدير كده بالظبط. في هدوء. اعمل اللي انت عايز تعمله. مع ان انا لو انا بقى العميل وحصل معايا كده هقعد بقى ده ايه الموظف ده، ده بارد ده مستفز. بس يعني لما بتيجي انا بقى بتحطي نفسك في مكانه. ببقى لا انا عادي بحلله لنفسي مفيش مشكله. الناس بتشوف اللي شغالين في البنك معاهم فلوس كتير قوي. انا كمان كنت فاكره كده قبل ما اشتغل في البنك ان اللي بيشتغلوا في البنوك دول اغنياء بقى ومعاهم فلوس كتير وبيقبضوا بقى بالدولار بس لا مفيش الكلام ده خالص. عايزه اقول لكل الناس لا، الموضوع ملوش علاقه ان اللي بيشتغل ببنك لازم معاه فلوس، لا خالص. ولا اللي بيشتغل في التلفزيون برضو. طيب عايز اسالك على حاجه، بتحسبي بالكالكوليتر او الاله الحاسبه ولا في دماغك الارقام؟ الحاجات السهله اللي متعوده عليها دايما بحسبها في دماغي، لكن لو حاجه بقى 800 ملتي بلاي 965 لا دي على الكالكوليتر طبعا. يعني ما احرجش نفسي بصراحه. بلاش. تفتكري ايه اكبر غلطه عملتيها وانت شغاله في البنك؟ اكبر غلطه عملتها وانا يعني الحمد لله لحد ما انا كنت شغاله في البنك الحمد لله ما فيش في غلطات. يعني ما دخلتيش فلوس غلط، سحبتي فلوس غلط؟ يعني بتتلاقى تدخل فلوس غلط ماشي، تسحب فلوس غلط دي مصيبه. يعني لما بتقولك بتتلاقى اخر اليوم خلاص بتعدي. يعني مش هفضح نفسي جد وكده. اخر سؤال، ايه اصعب، التعامل مع العملاء في البنك ولا اللعيبه في الملعب؟ لا التعامل مع العملاء في البنك، لان التعامل مع اللعيبه دي كل واحده فينا احنا بنحب بعض ولينا كريدت، كل واحده ليها كريدت عند الثانيه، فبتعدلها اي حاجه او يمكن بتطلع لها اي مبرر انه اكيد مش قصدها. لكن لو عميل انا ما اعرفوش ولا هو يعرفني لا تعالى بقى يلا نتعالي بقى، تعالى يلا انزلي بقى. طب تعالي بقى انت معانا دلوقتي، تعالي هنروح لاخر لعبه معانا اسمها حد يهمك. هنعرض قدامك صور لشخصيات مرت عليكي في مشوارك وتعلقي لنا عليها. اول صوره معانا، الكابتن محمود الخطيب. طبعا قدوه لاي حد، قدوه لاي رياضي واي يعني اي حد نفسه ان هو يوصل لاي حاجه كويسه في الرياضه لازم يبص طبعا لكابتن محمود الخطيب. طبعا. تاني صوره، اول ما تطلع هقول لك مين. انا عارفه بس مش هقول لك دلوقتي. كابتن طارق خيري. كابتن طارق خيري اب لكل واحده في الفرقه بصراحه، اب قبل ما يبقى مدرب، ويعني بس هو اب لكل واحده، هو ده اللي عامل النجاح فعلا. صح ده حقيقه. ثالث صوره معانا، كابتن ايهاب الالفي. السبب في ان انا اجي النادي الاهلي، يعني السبب الحمد لله في الحمد لله كل حاجه انا وصلت لها دلوقتي كابتن ايهاب الالفي، وطبعا اب ليا قبل ما يبقى مدير فني. الصوره الجايه لكابتن مجدي ابو فريخه، رئيس اتحاد الباسكت، طبعا من انجح الشخصيات اللي انا شفتها في حياتي، ودايما بيبقى حاطط
يعني مصلحه اللعبه ومصلحه الناس قبل مصلحته هو، وده فعلا اللي مخلي اتحاد الباسكت ناجح. اوكي، الصوره الجايه تا 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 جوزك الكابتن هيثم عصام. هو دلوقتي بصراحة عايزة أقول له، يعني ممكن أكون بدل ما أوصفه بكلمة، أنا عايزة أقول له شكرا على كل حاجة، على وجوده دايما، شكرا على إن هو بيكون موجود من غير ما نطلب منه. الزوج زودي له كلمتين زيادة. زودي له كلمتين، يعني بصراحة هو موجود من غير ما نطلب منه إن هو يكون موجود، وده يمكن اللي مقرب علاقتنا لبعض، وإن هو كمان بيلعب باسكت فمتفهم إن لعيبة وشاطرة وقد إيه يعني حاسس إن هو فخور بيا، ده بالنسبة لي كل حاجة. يا حبيبتي انا فخوره بيكم انتوا الاثنين والله. اللحظه دي احنا دي من الفرح صح؟ في الفرح. اللحظه دي احكي لي عنها. يعني لا بصراحه الفرح يمكن انا مش هو مش شخصيات كمان اللي هو ملوش بقى في الافراح والحاجات دي، فاجئني في الفرح، يعني فاجئني في الفوتو سيشن لما هو اللي بيبقى عايز يتصور، وهو اللي بيبقى عايز صورنا مع بعض تبقى حلوه، وبيبص في صور الفوتوجرافر الصور حلوه ولا لا. انا اتفاجئت، انا بعد الفرح بقول له انت كنت واحد تاني، قولي له ده كانه كان فرحك، يعني مش معقول اللي انت بتعمله في السلو دانس وفي الحاجات دي كلها. كان مفاجئني بصراحه، كان فرح كان حلو، وكان عارفه لما يبقى فرح دافي وحلو بالناس اللي فيه، هو فعلا كان كده بالنسبه لي، يعني فرح كان حلو علشان هو موجود فيه. حبيبتي انا عيطت، انت عارفه انا بعيط بسهوله الحاجات دي بتغريني عيط حالا. طيب الصوره اللي معانا ميرال أشرف. ميرال أشرف أختي قبل ما تبقى صاحبتي ومعايا في الفرقة، ونادين سلعاوي أختي وواحدة، هما الاثنين بصراحة لعيبة يعني من أحسن لاعبات في مصر، ووجودهم معايا في الفرقة هما الاثنين، احنا الثلاثة بنكمل بعض، كل واحدة فينا فيها حاجة بتكمل. هو انتوا ازاي شبه بعض اصلا كده؟ هما كمان لا نادين وميرال شبه بعض قوي، دي حقيقة كأنهم توينز. بس بصراحة ميرال يمكن من اقرب الناس في حياتي، مش في الباسكت بس، علاقتنا ببعض ملهاش علاقة بالباسكت، هي اختي قبل ما تبقى لعيبة معايا في الفرقة، ومن اقرب الناس ليا بصراحة، وانا بتمنى لها كل الخير وكل النجاح عشان هي فعلا تستاهل. اكيد، واحنا كمان الصورة الجاية اوجاستي. أغوستي يمكن من أنجح المدربين اللي جم مصر، هو مدرب الدرجة أولى رجال، كسب مع كل الفرق اللي مسكها قبل كده، وكسب السنة دي برضو، والسنة اللي فاتت مع النادي الأهلي كسب الخمس بطولات. بصراحة بحسه هادي ومدرب جامد، يعني مدرب تقيل في التقيل ككوتش وكمدير فني، يعني بيقف ممكن ياخد تايم أوت مثلا في الماتش، ينزل اللعيبه تجيب باسكت، هو الكلامه اللي بيتقال بصراحه ستريكت جدا في كلامه، اللي بيتقال بينزل يتنفس، فدي حاجه عجباني. برافو. الصوره اللي معانا الجايه ايهاب امين. من احسن اللاعبين في مصر، ايهاب امين من احرف اللاعبين في مصر، ويعني ممتع طبعا، يمكن هي دي الكلمه اللي ممكن اقول، هو فعلا لعيب ممتع انك تتفرجي عليه. الصوره اللي بعدها دينا عمرو، كابتن النادي الاهلي، هي اللي مخليه فيه روح للفرقه، هي اللي عامله جو للفرقه، يعني لما 12 او 14 لعيبه يجمعوا على حب واحده في الفرقه، دي حاجه مش سهله. احنا ال 14 لعيبه فعلا بنحبها، يعني هي واصله، هي فعلا داخله قلوبنا بكل سهوله من غير ما تعمل حاجه. بالظبط. الصوره اللي جايه عمرو زهران. بصراحه عمرو زهران لاعب ثبت نفسه انه برغم صغر سنه، الا انه لا بصراحه يعني عمرو زهران واحد من اللعيبه ان هي تستحق انها تفضل في الملعب، تستحق ان هو دايما فايتر، بيعمل جود ديفنس، بينزل بيموت نفسه على كل كوره، ف يعني حد لما بيتعب قوي لازم ربنا يديله، فعمرو زهران فعلا هو اللعيب المجتهد اللي ربنا بيديله في الملعب. سوريا، احنا فقرتنا خلصت، لكن قبل ما اختم معاكي عايزاكي توجهي رساله لفخر العرب كابتن محمد صلاح. عايزه اقول انا نفسي بصراحه ان انا اقابل محمد صلاح، حاجه بصراحه يعني بشوف حتى كل الصور والبوستات ليه على السوشيال ميديا كلها، بحس انه بجد متواضع، بجد بيرد على كل الناس، بحس ان هو مهما وصل للتارجت او مهما وصل للتوب ليفل، لا هو ستيل لسه عنده تارجت تاني لسه عايز يعمله. هو حتى مره انا شفته في انترفيو بيقول ما تحسش دايما انك وصلت للتارجت، كل ما تحس ان انت وصلت له اعمل تارجت تاني ووصل له. صحيح. فده يمكن اللي بيخليه دايما ناجح، وده اللي بيخليه دايما موجود وسط لعيبه عالميين بقى يمكن هو اولهم. فانا بصراحه نفسي ان اللعيبه هنا في مصر كلها تاخده كقدوه او كمثل اعلى، وتمشي على نفس السيكونس بتاعه، اللعيبه كلها في مصر بجد هيبقى ليها
كارير تاني ويبقى ليها باث تاني غير اللي هي فيه دلوقتي. ولما كان سايب كاس العالم وبيتفرج على ابطال صح على ماتش الاهلي والزمالك في الفولي بصراحه يعني سايب ماتشات مهمه وبيتفرج على ماتش مهم برده في الفولي ونزل ستوري فدي حاجه دعم. اللي هو انت دعم. معانا هنا شايف اللي احنا بنعمله فبصراحه حاجه يعني قمه في الفخر بصراحه. سرايا انت نورتينا وبتمنى لك كل التوفيق. الحمد لله على سلامتك اهم من اي حاجه وان شاء الله تبقي موجوده معانا وانت محققه كل اللي نفسك فيه. ان شاء الله شرفتينا. للاسف خلصت فقرتنا نورتنا كابتن سرايا اللي بنتمنى لها طبعا كل النجاح في حياتها ومشوارها المهني. قبل ما نطلع فاصل يمكن عايزاكي كمان قبل ما نختم ونطلع فاصل تقولي رساله لجمهور النادي ده. عايزه طبعا جمهور النادي الاهلي ده يعني احلى جمهور انا شفته في حياتي وجمهور النادي الاهلي ده رقم واحد في كل البطولات لاي فرقه لاي لعبه. عايزه اقول للجمهور شكرا على تشجيعكم لينا الفتره اللي فاتت وبنوعدكم ان شاء الله بكل البطولات اللي جايه تبقى ان شاء الله في النادي الاهلي. وعلى يعني وعلى وجه الاخص معايا انا عايزه اشكر جمهور النادي الاهلي انه دايما ما سابنيش فتره اصابتي في فتره رجوعي للملعب في فتره قبل ما اتصاب بصراحه دايما الجمهور كان معايا. وعايزه اقول لهم زي ما انتوا قلتوا لي يا هنانا يا سعدنا انا هفضل دايما ان شاء الله عند حسن ظني ليكم ودايما هتبقى يعني كل البطولات اللي جايه اهلاويه وده بوعد الجمهور وعايزه الجمهور يفضل معانا ان شاء الله في الوقت اللي جاي ده كله عشان ان شاء الله كل اللي جاي اهلاوي ان شاء الله. بما اني واحده من الجمهور بوعدك ان احنا عايزين باذن الله. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم حلقتنا.